حضرنا اليوم إلى جلسة مجلس محافظة نينوى اللي هي الجلسة الأولى بعد تحرير مدينة الموصل. تدارسنا الوضع الأمني بما يخص قيادة شرطة نينوى والخطط المستقبلية والحالية وكذلك أمور تخص شرطة نينوى، ومع أعضاء المجلس تم طرح بعض النقاط وتم الإجابة عليها. الحقيقة المؤتمر كان مثمر وإن شاء الله النتائج تتحقق على الأرض، وخاصة اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة. ناقشنا كثير من الملفات، والملف الأمني اليوم كان هو الحاضر في الساحة، وأنا أشرت لهذا الجانب. لدينا مطالبة من رئاسة الوزراء ومن وزارة الداخلية لإعادة المفصولين ولإعادة الذين تم فصلهم من المنتسبين الذين بقوا في مدينة الموصل، لإعادتهم إلى الخدمة ومشاركتهم في عملية استقرار الأمني. كذلك هناك مطالبة من مجلس المحافظة لإعادة الدرجات الوظيفية التي كانت مخصصة لمحافظة نينوى قبل دخول داعش الإرهابي للمدينة. هذه ملاكات ودرجات وظيفية من حصة نينوى، علينا بمطالبة وزارة الداخلية لإعادتها لكي يتم مشاركة الأخوة الأعزاء في عملية استرداد الأمن والاستقرار في عموم المحافظة. وحقيقة في صفحة جديدة لمحافظة نينوى وفي تاريخ هذه المدينة بعد تحقيق النصر الحاسم من قبل قواتنا الأمنية تجاه تنظيم داعش الإرهابي، عقد اليوم مجلس محافظة نينوى جلسته الاعتيادية لمناقشة الملف الأمني، وهو الملف الأهم وذو الأولوية حقيقة في قضية استقرار الوضع الأمني واستكمالا لمراحل هذا النصر لحسم معركة داعش الإرهابية. نحن اليوم نحتاج إلى معركة استخباراتية أيضا مهمة جدا، ولذلك يجب أن نستثمر تعاون المواطن ونزرع الثقة ما بين المواطن في هذه المؤسسات الأمنية لتحقيق هذا النصر. عقد اليوم المجلس وجعل على أولوياته ملف الأمني، وتم استضافة قائد الشرطة والاستماع للخطة الأمنية التي لديه وأيضا التحديات التي تواجه هذه المؤسسة. حقيقة وجدنا هناك نقص كبير جدا في ملاك الشرطة المحلية لمحافظة نينوى، ولذلك المجلس طالب الحكومة الاتحادية بالإسراع في إطلاق الدرجات الوظيفية لشرطة نينوى البالغة 33 ألف درجة لأهمية هذا الأمر ومسك الأرض في مناطق المحافظة المترامية الأطراف والكبيرة والواسعة والشاسعة. فضلا أن هناك مقترح أيضا قدم من مجلس المحافظة بضرورة تشكيل فرقة من الشرطة الاتحادية من أبناء محافظة نينوى لتكون قوة ضاربة وساندة مجهزة بكافة الأسلحة المتطورة ومدربة بتدريب عالي جدا، وطلبنا أن يكون من المجتمع الدولي مساندة لهذا المقترح ولهذه الفرقة ودعمها لتكون قوة ضاربة لأي اعتداء ممكن أن يكون من هذه المجاميع الإرهابية تجاه المدينة، حتى لا نقع في الخطأ الذي وقعنا فيه قبل 10/6 وكان الثمن باهظا ومرا. كذلك ناقشنا موضوع الحشود العشائرية في المحافظة، هؤلاء الأبطال الذين أيضا قاتلوا وضحوا ورووا بدمائهم الزكية محافظة نينوى في الدفاع عنها، آلية تدريبهم وتسليحهم وإمكانية جعلهم على الحدود العراقية لمحافظة نينوى التي تربط بين المحافظة وبين الدولة السورية لمنع تسلل الإرهاب ودخوله إلى العراق أو إلى محافظة نينوى بشكل خاص. بمناسبة أنت عضو في مجلس محافظة نينوى، هل ناقشتم عن ملفات الفساد في محافظة نينوى وكيف تنظر لمستقبل نينوى ما بعد داعش؟ وفي الحقيقة المجلس خضع لجدول أعمال لم نتطرق لهذا الموضوع، ولكن في الجلسة القادمة سيكون لنا حقيقة تقرير مفصل كلجنة تخطيط استراتيجي في مناقشة بعض الملفات التي وصلت إلى اللجنة وطرحها على أعضاء المجلس وعلى الرأي العام. في قضية مستقبل نينوى حقيقة نحن ننظر إلى مستقبل نينوى بتفاؤل وأمل، ولكن هذا التفاؤل وهذا الأمل يحتاج إلى خطوات مهنية عالية، يحتاج إلى تعاون وتعاضد وتضامن ما بين المؤسسات الحكومية في محافظة نينوى وبين المواطن وبين الحكومة الاتحادية أيضا، وكذلك نحتاج إلى الاستقرار السياسي أيضا والاستقرار المجتمعي. نحن أملنا كبير بالله عز وجل وبأهلنا في محافظة نينوى، هذه الروح الحيوية التي يمتازون بها، أننا سنبني هذه المحافظة ونبني لنا مستقبلا آمنا بإذن الله، ولن نسمح لضياع هذه المحافظة من جديد مهما كانت الظروف بإذن الله تعالى. اليوم في هذه جلسة مجلس محافظة نينوى التي انعقد في مركز محافظة نينوى، بهذه المناسبة نهنئ القوات الأمنية ونهنئ أهالي الموصل بتحرير مدينتنا مدينة الموصل من
التنظيمات داعش الإرهابية. تم مناقشة عدة مواضيع ومنها عودة الشرطة المحلية، تطوع الشرطة المحلية وعودتها إلى سلك الشرطة، وملف الناجيات. تم تشكيل لجنة بحضور مدير شرطة نينوى لمتابعة ملف الناجيات في الأحياء السكنية في جانب الأيمن والأيسر والمخيمات. يتم في القريب العاجل اجتماع مع رؤساء الجهات الأمنية ومع مدراء المخيمات ومخاتير الموصل حول موضوع المختطفات وتحريرهم. كما تم بحث موضوع الحشود الداخلة في مركز المدينة وكيفية تنسيقهم مع الشرطة المحلية لمسك الأرض بعد تحريرها من تنظيمات داعش الإرهابية. بخصوص مستقبل نينوى، تم مناقشة كيفية التعامل مع الجهات الأمنية والحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي بخصوص هذا الملف لاستتباب الأمن في المحافظة بعد تحريرها من تنظيمات داعش الإرهابية. بارك لأهلنا في عموم العراق وأهالي محافظة نينوى الانتصار في مدينة الموصل، ونثمن كل التضحيات والدماء التي سكبت من أجل تحرير محافظة نينوى من جميع صنوف قواتنا المسلحة، ونشكر جميع من ساند أهالي محافظة نينوى من النازحين. حقيقة اليوم الجلسة مصب على قضية كيفية يعني إعادة الحياة والإعمار إلى مدينة الموصل. الملف الأساسي اللي كان مطروح في هذه الجلسة هو الملف الأمني، ومدى تعاون القطاعات الأمنية، وما هي الآليات اللي بالإمكان اللي نستطيع من خلال تعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية في سبيل تطهير المناطق وعودة الاستقرار إليها. اليوم احنا كحكومة محلية في هذه الجلسة يعني طالبنا دولة رئيس الوزراء بعودة أبناء الشرطة المفصولين اللي يتجاوز عددهم أكثر من 13,000 منتسب، وأيضا طالبنا بفتح باب التطوع إلى قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب في سبيل أن تكون هذه القطاعات من أهالي محافظة نينوى، وكذلك تستطيع أن تمسك الأرض، لأن مرحلة ما بعد داعش تحتاج إلى إعادة استقرار وإعادة إعمار، فلا ممكن أن يكون هناك لا استقرار ولا إعمار إذا لم يكن هناك جانب أمني متميز في المدينة.